السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم في شرح يونيت نمبر 7، ألا وهي الكلاسيفيكيشن، التصنيفات أو التصنيف من مقرر أكاديميك رايتنج سكيلز، مهارات كتابة تقنية. يونيت 7 كلاسيفيكيشن، التصنيف. بحكي لي الآن when we divide something into groups, classes, categories, it عندما نقوم بتقسيم أي شيء إلى مجموعات أو أصناف أو فئات إلى آخره. We are classifying those items. طبعا يلزم تصنيف هذه الأشياء. The classification is normally made according to an criteria or several criteria. بحكي لي هذه التصنيفات عادة بتم تقسيمها طبقا إلى معيار أو عدة معايير بكل بساطة. الآن بحكي لي read the following carefully then complete the sentences below. اقرأ الفقرة بعناية التالية ومن ثم كمل الجمل التي موجودة في الأسفل. بحكي لي هنا state schools in England and Wales، اللي هي المدارس الحكومية في إنجلترا وفي مقاطعة Wales. طبعا هنا الفقرة الأولى بحكي لي the vast majority of children in Britain 87% attend the state schools which provide compulsory education from the age of 5 to 16 years. بحكي لي الغالبية العظمى من الأطفال في بريطانيا اللي هو 78% بتقدموا إلى المدارس الإلزامية اللي فيها التعليم الإلزامي من عمر 5 إلى 16 عام. These schools can be classified according to the age range of the pupils and the type of education provided. بحكي لي إنه هذه المدارس ممكن تقسم طبقا للفئة العمرية للطلاب أو من حسب نوع التعليم. Basically there are two types of school. وبشكل أساسي في نوعين من المدارس، primary and secondary، اللي هو المدارس الابتدائية والثانوية. Although in some areas there are also middle schools، على الرغم أنه في بعض المناطق يوجد مدارس إعدادية. Primary schools cater for children aged 5 to 11. بحكي لي أنه المدارس الابتدائية بتخدم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عام. And secondary schools for ages 11 to 16. والمدارس الثانوية بتخدم الطلاب من الفئة العمرية من 11 إلى 16 عام. And in some areas up to 18 years. وفي بعض المناطق لعند 18 عام. Primary schools can be subdivided into infant schools for aged 5 to 7. بحكي لي إنه المدارس الابتدائية ممكن تقسم إلى مدارس أطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات and junior schools ومدارس للصغار للفئة العمرية من 7 إلى 11 عام. طبعا تكملة للقطعة السابقة للقطعة التي تليها اللي بتحكي عن المدارس الحكومية في إنجلند ومقاطعة وولز أيضا. بحكي لي secondary schools are normally of one type
for all abilities comprehensive schools. بحكي لي إنه المدارس الثانوية عادة اللي هي بتكون لجميع القدرات ولذلك يطلق عليها اسم المدارس الشاملة. More than 90% of children in state schools attend this kind of school. بحكي لي إنه 90% من الأطفال بيلتحقوا في هذا النوع من المدارس وهي المدارس الشاملة. In some areas, middle schools exist as an extra level after primary school for children aged 8 or 9 to 12 or 13. بحكي لي في بعض المناطق المدارس الإعدادية موجودة كمستوى إضافي بعد المدرسة الابتدائية للأطفال من سن 8 أو 9 إلى سن 12 أو 13. Pupils then transfer to comprehensive schools. ومن ثم الطلبة ينتقلوا إلى المدارس الشاملة. In a very small number of areas, في مناطق ضيقة من المناطق, في عدد من المناطق الصغيرة, pupils may be grouped according to their ability and selected by means of an examination at the age of 11. بحكي لي إنه الطلبة ممكن يتم تجميعهم طبقا لقدراتهم واختيار امتحان على عمر 11 عام. In these areas, في هذه المناطق, grammar school cut off for those who pass the exam. في هذه المناطق المدارس يطلق عليها اسم المدارس اللي هو grammar schools بتخدم اللي بينجحوا في هذا الامتحان. Those who fail go to another secondary school. واللي برصوا في الامتحان طبعا بيذهب إلى مدرسة ثانوية أخرى. When pupils reach the age of 16, there may be three choices open to them. والطلبة اللي بيصلوا إلى سن 16 عام بكون لهم ثلاث خيارات. Firstly, they may leave school. الخيار الأول إنه يترك المدرسة أو يغادر المدرسة. Secondly, they may stay on at school for two more years if it has a sixth form. والخيار الثاني إنه يبقى في المدرسة إلى سنتين إلى أكثر من عامين. They may transfer to a sixth form college أو tertiary college or a further education college. والخيار الثالث أنه ينتقل إلى كلية إضافية أو كلية أخرى. الآن بعد ما قرأنا الفقرة السابقة اللي تحكي عن المدارس الحكومية في إنجلترا ومقاطعة وولز, بحكي لي read the following carefully, اقرأ التالي بعناية, الجمل التالية, then complete the sentences below, ومن ثم أكمل الجمل اللي في الأسفل. بناء على فهمنا للقطعة السابقة المفترض نقوم إحنا بتكملة الفراغات في الجمل التالية. بحكي لي schools فراغ the pupils age and type of education. هنا طبعا سوف نقوم بتكملة الفراغ الصحيح بناء على فهمنا للقطعة السابقة. هيكون عندنا schools can أو may be classified according to, يعني المدارس ممكن أنها تصنف طبقا إلى الفئة العمرية للطلبة أو نوع التعليم. الجملة التي تليها بحكي لي there are فراغ school primary and secondary. فهنا حيكون طبعا there are two types of school primary and secondary. يوجد نوعين من المدارس اللي هو الابتدائي والثانوي. الجملة التي تليها بحكي لي primary schools فراغ into infant and junior schools. فهنا حيكون عندنا
الجواب الصحيح أن primary schools اللي هو المدارس الابتدائية can or may be subdivided، يعني ممكن إنها تقسم إلى مدارس أطفال ومدارس صغار. الجملة التي تليها بحكي لي secondary school pupils اللي هو طلاب المدارس الثانوية فراغ، فحيكون الإجابة الصحيحة may be grouped according to their ability. المدرسة الثانوية طلاب المدرسة الثانوية ممكن يجمعوا طبقا لقدراتهم. الجملة التي تليها بحكي لي the criteria for classifying secondary school is whether or not there is حيكون an examination at 11 years. بحكي لي المعيار لتصنيف المدارس الثانوية ممكن يكون بناء على الامتحان الذي يقدم في عمر 11 عام بكل بساطة. نجي الآن بحكي لي the sentences below summarize the information in the passage. بحكي لي الجمل التالية بتلخص معلومات الفقرة السابقة. However they are in the wrong order، وهي موجودة بترتيب خاطئ. Put them in the correct order by writing numbers 1 to 7. طبعا المطلوب انه نصحح الترتيب هذه الجمل السبعة من 1 الى 7 بناء على فهمنا القطعة السابقة. هنا بحكي لي لو قمنا بقراءة هذه الجمل فبناء على ترتيبها فحيظهر عنا انه رقم 1 اللي هي E most children go to state schools، يعني معظم الأطفال بيذهبوا إلى المدارس الحكومية. طبعا الجملة الثانية في الترتيب حتكون عندنا B there may be three types of school primary, middle and secondary. بحكي لي إنه ممكن يكون عندنا ثلاث أنواع من المدارس اللي هو الابتدائي والإعدادي والثانوي. الجملة التي تليها في الترتيب هتيجي عندنا اللي هي G primary schools comprise both infant and junior schools. بحكي لي إنه المدارس الابتدائية بتشمل مدارس الأطفال ومدارس الصغار. الجملة التي تليها في الترتيب هتكون عندنا A بحكي لي most children go to comprehensive schools، يعني معظم الأطفال بيذهبوا إلى المدارس الشاملة. النقطة الجملة التي تليها اللي هي F بحكي لي if children attend middle schools they go on to comprehensive schools afterwards. بحكي لي انه الاطفال اللي بتقدموا للمدارس الاعدادية بيذهبوا مباشرة بعد ذلك الى المدارس الشاملة. الجملة رقم 6 exceptionally بصفة استثنائية children may take a selection exam at 11 years and go to a grammar school if they pass. بحكي لي بصفة استثنائية الأطفال اللي بيختاروا امتحان على عمر 11 سنة بيذهبوا إلى مدارس الجرامر في حالة نجاحهم هذا الامتحان. الجملة السابعة والأخيرة اللي هي C at the age of 16 pupils may stay on at school or leave and go to a college or leave school altogether. بحكي لي في عمر 16 الطلبة ممكن يضلهم في المدرسة أو يغادروا المدرسة ويذهبوا إلى الكلية أو يغادروا المدرسة بشكل مطلق. نيجي أيضا الفقرة التي تليها في الكتاب اللي هي في صفحة 45 بتحكي أيضا classification of birds تصنيف الطيور. بحكي لي read the following carefully then complete diagram to the classification of birds below. هنا بدك تقوم بقراءة هذه الفقرة بتمعن ومن ثم تكملت الرسمة الموجودة بعد هذه الفقرة. طبعا هنا
حيقوم تقسيم الطيور، وإنه الطيور بحكي لإنها مميزة عن غيرها من المخلوقات، إنها تأخذ خاصية الطيران وأنها لها منقار. وهنا حيحكي لي عن كيفية تقسيم الطيور وأنواعها، إنه في عنا 8514 نوع مختلف للطيور، تمام، وكيف تم تصنيفها من عدة أشكال. فالمطلوب منك إنك تقرأ هذه الفقرة بتمعن وتقوم بإجابة الرسمة أو الشكل الموجود في التالي لهذه الفقرة. وهذا أنا حتركه لإلك بحيث إنك أنت تقوم بقراءة هذه الفقرة بشكل متمعن، ومن ثم الإجابة على الجدول التالي. هذا طبعا وهذا طبعا بيتبع الفقرة الأولى اللي هو تصنيفات الطيور. لو أجينا للشكل الموجود أمامنا، بحكي لي هنا في الدايجرام، مفترض بعد ما قمنا بقراءة الشكل أو الفقرة السابقة، سوف نقوم بحل هذا الدايجرام. بحكي لي هنا في عنا classification divisions or categories اللي هو فئات التصنيف، في عنا example of classification مثال على هذا التصنيف، و number of the divisions وعدد اللي هو الفئات أو الأقسام. نيجي هنا فئة التصنيف، هنا أول واحدة حكالي الأوردر example فالكون لايك مثل الصخر، و number of the division لو احنا قرأنا الفقرة حنجدها انها 27 divisions، يعني 27 تقسيم. ايضا من صفات التصنيف او فئات التصنيف في عنا الفاميلي، ممكن يكون من فئة التصنيف حسب العائلة، وطبعا اكزامبل عليها اللي هو حيكون عندنا الفالكون اللي هو الصقر، والنمبر اوف ذا ديفيجن لو احنا رجعنا للفقرة حنلاقي انه عدد التقسيمات اللي هي 215 تقسيم. ايضا من فئات التصنيف في عنا بناء على اللي هو الجينياس اللي هو الجينس، حيكون عنا example of classification اللي هو الايجل النسر، حيكون عنا الايجل. وهنا طبعا ما فيش عندنا number of the divisions. نيجي ايضا ممكن حيكون عندنا بناء على spices اللي هو النوع، spices نوع، و example golden إيجل اللي هو النسر الذهبي، number of the division وعدد تصنيفاته 8514 تصنيف بكل بساطة. هذا طبعا بعد قراءتنا للفقرة السابقة تم حل هذا الدايجرام بناء على فهمنا للفقرة السابقة وكيف عملية كتابة وتعبئة هذا الدايجرام. الآن نيجي بحكي لي look carefully at diagram 3
يعني انظر لهذا الديجرام رقم 3 هذا الشكل بشكل دقيق. It's a tree diagram classification of drinks. عبارة عن شجرة تصنيفات للمشروبات. What are the three criteria that are used in the classification? طبعا المطلوب انه بدنا نستخرج الثلاث انواع اللي مبني عليها هذه التصنيفات الى الخاصة بالمشروبات. نيجي بحكي لي drinks المشروبات alcoholic و non-alcoholic كحولية وغير كحولية. alcoholic زي spirits wine beer و non-alcoholic زي طبعا النان الكوليك اللي هي الغير كحولية. المشروبات الغير كحولية تصنف إلى hot و cold ساخنة وباردة. الهوت الساخنة زي التي والكافي والكوكو والنان الكوليك زي اللي هو عفوا نيجي للكولد اللي هي المشروبات الباردة تصنف أيضا إريتيد ونان إريتيد. إريتيد يعني غازية ونان إريتيد غير غازية. نيجي للإريتيد زي ليمونيد تونيك ووتر اللي هي المياه الغازية سودا ووتر وكوكاكولا. نيجي للنان إريتيد الغير غازية زي سكواشيز اللي هي زي اللي هو المياه اللي بنحكي عنها المخففة أو العصائر المخففة. وأيضا من النان ريتد الغير غازية فروت جوسز اللي هي العصائر الفواكه اللي هي بتكون غير مخففة. وأذرز اللي هو عنا على سبيل المثال الملك. طبعا هنا السؤال المطلوب منا بحكي لي what are the three criteria that are used in the classification. ما هي الثلاث معايير التي استخدمت في تصنيف هذه المشروبات. لو احنا لاحظنا هيكون عنا three criteria كالتالي. اول معيار whether or not the drink are اللي هو alcoholic اللي هو هل هذه المشروبات المعيار الأول هل هي كحولية أو non-alcoholic أو غير كحولية. المعيار الثاني هنلاحظ إنها هل هي cold or not cold اللي هي hot. والمعيار الثالث زي ما احنا شايفين اللي هو rated هل هي rated غازية أو non-rated غير غازية بكل بساطة. بحكي لي write a description of the classification of drinks based on the information in diagram 3. يعني بحكي لي اكتب وصف لتصنيفات المشاريب بناء على المعلومات الموجودة في الدياجرام رقم 3 السابق. Begin your description وابدأ وصفك بالجملة التالية drinks may be classified in two main groups. يعني المشروبات ممكن تصنيفها إلى مجموعتين أساسيتين. طبعا هنا في إجابة مختصرة وممكن أنت تجاوب بطريقة أخرى. فهنا كإجابة مقترحة على هذا السؤال. وطبعا أنتو ممكن كل طالب يجاوب بطريقة أخرى وتعطي نفس المفهوم. الإجابة المقترحة بحكي لي drinks may be classified in two main groups alcoholic and non-alcoholic. المشاريب ممكن تصنف إلى نوعين أو مجموعتين رئيسيتين اللي هو كحولية وغير كحولية. نيجي بحكي لي alcoholic drinks may be divided into spirits, wine and beer. والمشاريب الكحولية ممكن تقسم إلى الأنواع الثلاثة spirits, wine and beer. Non-alcoholic drinks المشروبات الغير كحولية may be divided into hot and cold drinks. المشروبات الغير كحولية ممكن تصنف تجزأ إلى مشروبات ساخنة وباردة. Examples of hot drinks are tea, coffee and cocoa. ومثال على المشاريب الساخنة زي الشاي والقهوة والكاكاو. Cold drinks may be grouped according to whether or not they are rated. وبحكي لي المشروبات الباردة ممكن يعني يتم تجميعها طبقا إلى هل هي غازية أو غير غازية. Lemonade, tonic water, soda water and Coca-Cola are examples
of aerated drink. بحكي لي انه الليمونادة والمياه الغازية والصودا ومياه الصودا والكوكاكولا هي أمثلة على مشاريب غازية. Non-aerated drinks والمشاريب الغير غازية may be subdivided into squashes, fruit juices and others. والمشروبات الغير غازية ممكن تصنف إلى عصائر مخففة بالماء أو عصائر غير مخففة بالماء زي العصائر الفواكه و and others على سبيل المثال مثل الميلك وهو الحليب. طبعا الهدف من هذا الوصف عشان يوضح لي كيف أهمية التصنيفات في عملية الوصف، بحيث أنها في حالة وجود عندي موضوع ما والموضوع هذا بستطيع أن يتم تصنيفه بناء على معايير معينة، فيفضل في عملية الوصف أنه يتم وصف هذا الشيء على سبيل المثال مثل المشاريب يتم تصنيفها في الوصف، وهذا بيعطي سهولة للقارئ في فهم هذا الموضوع بشكل أدق. نيجي أيضا لمثال آخر خارجي عن موضوع التصنيفات classification of animals اللي هو تصنيف الحيوانات. فهنا بحكي لي classification of animals vertebrates و invertebrates اللي هو فقارية ولا فقارية. vertebrates الفقارية تنقسم إلى صنفين warm blood و cold blood اللي هو ذات الدم الحار وذوات الدم البارد. ذوات الدم الحار warm blood بتنقسم إلى mammals و birds اللي هو الثدييات والطيور، والcold blooded اللي هو الفقريات ذوات الدم البارد بتنقسم إلى fish اللي هو الأسماك reptiles الزواحف و amphibians اللي هو البرمائيات. طبعا زواحف زي على سبيل المثال السلحفاة و amphibians اللي هو البرمائيات زي الضفدع اللي هو الفروغ. نيجي للانفيرتبريتس اللي هو لا فقريات، بحكي لي فيه عنها تصنف الى صنفين with joint legs اللي هو الارجل بارجل، without legs بدون ارجل، with joint legs يعني بالارجل المشتركة تصنف الى with three pairs of legs يعني بثلاث أزواج من الأرجل زي الأنت النملة، with more than three pairs of legs وأكثر من ثلاث أزواج من الأرجل زي سكروبين سكروبين اللي هو العقرب. أيضا without legs في عنا لا فقريات بدون أرجل زي عنا worm like مثل الديدان و not worm like غير شبيهة بالديدان. الآن مطلوب منكم كهومورك أنكم تقوموا بوصف هذا الكلاسيفيكيشن هذا التصنيف الخاص بالحيوانات على شكل فقرة بناء على التصنيف مثل الحل اللي قمنا بحله كوصف للدرينكس اللي هي المشروبات. مطلوب منكم الآن تقوموا كهومورك انه تعملوا وصف للانيمالز بناء على هذه التصنيفات اللي قمنا بذكرها، ويعطيكم العافية لحسن الاستماع.